فائدة أيضا مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد أو من حديث أبي هريرة، وهنا شك ولا يضر الشك في الصحابي، من أنه قال: ولله عتقاء في كل يوم وليلة ولكل منهم دعوة مستجابة، لم يقيد بأي شهر. قال ابن حجر رحمه الله كما في أطراف المسند، وضع أطراف المسند الإمام أحمد رحمه الله، قال هذا مقيد برمضان. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أكثر ما جاء من الروايات مصرحة ومبينة من أن العتق يكون بالليل، وأيضا هناك عتق على حسب الحديث الآخر يقع بالنهار.